كيفاش حضري الات عسل يقوني عسل غادي يجيكم بحال العسل الحر. حنا كنعجز على العسل، كنبغيو نشريو عسل مزيان ولا كنبغيو نشريو عسل الحر ما كنثيقوش فيه، يعني تقدري تشريه وغتلقاي حتى هو غا سكر. فهاد العسل يمكن انك تحضريه في المنزل ديالك ويجيك عسل غزال وزوين، وبالاخص انه بالاعشاب كيجي بحال العسل الحر. شي كله غتشوفوه معايا في الفيديو. ما تنساوش انكم ديروا جيم وبارطاجيوه مع الناس، وما تنساوش كذلك انكم تخليوا لي المشاكل ديالكم ديال الطبخ. بسم الله على بركة الله. اول حاجة انا هنا غادي نحضر قالب اللي فيه 2 كيلو، درت معاه 2 ديال الحامضات ولا ليمونات، ودرت معاه نصف لتر ديال الماء. صافي، نصف لتر ديال الماء درته مع قالب ديال السكر. هنا كندير العشوب، انا كنموت على شي حاجه سميتها عسل وسميتها عشوب. درت هنايا عشوب مخلطه وزدت معاهم شويه ديال المريوت. العشوب مخلطه فيهم السالميه، فيهم اوراق السيدر، فيهم الزعتر، وضفت معاهم شويه ديال المريوت. شتوني ثلاثه الورقات ديال المريوت كحله، كارمه ماشي كحله. هنا مجموع الزعتر، حبه حلاوه، النافع، درت كمينيسات بحال هكا وجمعتهم. فيها اي نوع ديال العشوب ديرهم، راهم كيجيو في العسل طوب. ودرت اتاي وجمعت داك الشيء في كمينيسات ودرتهم في ديك الكوكوط اللي فيها نصف لتر ديال الماء وقالب ديال السكر. قالب ديال السكر ما يعادل 2 كيلو ديال السنيده، كنفضل انا القالب. فضفت المكونات كاملين. هذا اللي بغيت يضيف القرنفل اضافه. سديت عليها وتنبدا نحسب نص ساعه. امتى بزاف منكم تلقى مشكل امتى يقدروا يطفيو على الكوكوط؟ ملي كتبدا الكوكوط تخرج ليهم العسل بهذه الطريقه هذه، تنهزوها بالمعلقه تنخليوها تبرد وكنشوفوا القوام ديال العسل ديالنا واش هو هذاك كما بغيناه. صافي وتنطفيو عليها. فانا كما شفتوا انا القوام هكا بغيتو، بغيتو يجي ثقيل بزاف باش كيجي عاقد وكيجي لذيذ. من بعد فاش كنحلو على العسل ديالنا شوفوا ما شاء الله شحال كيعطينا، كيخرج لينا الصراحه. هذا كاين ليا وفيره 2 قرعات اللي عمرت قرعه، 2 قرعات ديال وحده ديال لتر وحده واقيلا فيها شي نص لتر وشي حاجه. العسل ديالنا تيبان لكم مطلوق، ولكن غادي نديروه في الطبيسيل باش نخليوه يبرد باش نشوفوا واش هكا بغيناه ولا ماشي هكا، حيت كل واحد وكيبغي العسل. هانتوما غادي نخليوه حتى يبرد، من بعد غادي نشوفوا القوام ديالو واش كيما هكا. صافي هانتوما تتشوفوا من بعد ما برد. فانا بغيتو بهذا الشكل هذا، فصايبته للوالده ديالي، بغاته هي هكا، بغاته ثقيل. صافي العسل ديالنا ها هو، درتو ليها في قريعات كما كتشوفوا، راه زدنا 2 قريعات، ديك القريعه ديال الكونفيتير وديك القريعه ديال 1 لتر، ودرت الباقي في طبيسيل يبرد. هنا كيعجبني نخلي فيه الحامض، كيطلق فيه واحد الحموضه زوينه وتيخليه زوين، تيخلي حتى العسل ديالنا زوين واخا يبقى مده طويله. وها هو العسل من بعد ما برد كما شفتوا كيجي عاقد وغزال، وانتم كتحكموا في العقوديه ديالو البنات. الا ما بغيتوش يجي عاقد بزاف حاولوا انكم تضيفوا ليه الماء، ولكن انا عطيتكم المقادير اللي كنخدموا بها. الا بغيتو ديروا العسل الشباكيه ولا هادو هما المقادير المضبوطين، حيت ملي كيسخن تيعاود العسل ديالكم تيتطلق وتيرجع بحال كما شفتوا ملي طفيت عليه الكوكوط. هذه هي الوصفه ديال اليوم، وما كنعتكمش نتوما تحطوا ليا كيفاش كديروا العسل ديالكم في الدار باش نطلع صاحبه التعليق المميز. السلام عليكم.